معرض متحف الفن الإسلامي لمعرض ظهور الربيع، واحد من أهم المعارض اللي بتشهد إقبال جماهيري كبير جدا بيزيد عام بعد عام. ومبارح انطلق المعرض 90 تحت شعار 100 مليون شجر. طبعا هذا المعرض مهم جدا، هو الأقدم والأكبر في المنطقة العربية. المعرض السنة دي بيشارك فيه عدد كبير من العارضين، بيقدموا أكثر من 1000 نوع نباتي في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وخلافه. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هو صراحة في عملية تنظيمية جميلة جدا، في شركات قطاع خاص كتيرة جدا عارضة نباتات زينة مستوردة ومحلية، وفي طبعا القطاع العام ممثل في قسم بحوث الزينة، حديقة الزهورية، قطاع الإنتاج، معظم قطاعات الوزارة عارضة. احنا بنعرض نباتات زينة سواء كانت نباتات داخلية أو نباتات خارجية. النباتات الداخلية تتحمل الإضاءة الضعيفة، والنباتات الخارجية ممكن زراعتها في الأوبن فيلد في الشمس. معرض زهور الربيع بيقام في المتحف الزراعي، احنا النسخة رقم 90، وهذا العام الحقيقة بيحظى بإقبال كبير من العارضين. احنا عندنا أكثر من 200 عارض، مش بس لنباتات الزينة والزهور، هذا العام بيضم كل التخصصات وكل المجالات المتعلقة بهذا النشاط، وبالتالي أي حد بيفكر إن هو يستغل مساحات غير مستغلة عنده في البيت، في الأسطح، في البلكونات، كل ده هيلاقي كل المستلزمات وكل احتياجاته متاحة هنا في المعرض. اضافه لان كمان في كتب ارشاديه ونشرات ثقافيه زراعيه يقدر يشتريها ويقدر ياخدها من خلال هذا المعرض. هذا المعرض الحقيقه هذا العام احنا بنتكلم على 100 مليون شجره، وده في ضوء مبادره سياده الرئيس لزراعه 100 مليون شجره. كمان احنا المعرض مستمر لمده شهر باذن الله من تاريخ افتتاحه من النهارده، وهنفضل مستمرين ونستقبل كل الساده الزوار خلال فترات المعرض. التنسيق جميل وفي انواع كثيره من النباتات موجوده، انا جاي اخد عنب عشان ازرعه فوق عندي، وليمون وبرتقال ومشمش عشان ازرعهم في الجنين عندي. والله الحقيقه انا مهتم بالزراعه عموما يعني، لكن فكره وجود شتلات متخصصه لحاجات نباتات وفواكه، وفكره الحاجات الارشاديه اللي بتوجه المواطنين ان هم يقدروا يزرعوا ويقدروا يبقوا عندهم حاجات اكتفاء ذاتي من الزراعه، انا شايف ده مركزين فيه بشكل كبير قوي في المعرض، وشايف فيه تنوع بصراحه يعني. يمكن انا جيت مره قبل كده بس من فتره ما كانش بنفس التنوع ونفس الشكل ده، انا شايف فيه اهتمام كبير الحقيقه جدا بالشكل وبالطريقه عرض الزهور وطريقه عرض النباتات.